نتكلم النهاردة عن مشكلة هامة جدا، هي مشكلة الضعف الجنسي اللي بيعاني منه كثير من الرجال. فأنا هلخص الحل في المشكلة ديت في 4 نقاط، نقاط هامة جدا. النقطة الأولى البعد عن المعاصي. النظر حرام الحرام لها تأثير سيء على القدرة الجنسية. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: النظرة المسمومة سهم من سهام إبليس. قال العلماء إن النظرة المسمومة، النظرة إلى الحرام، هي سهم يخرج من عينيك طبعا بتدعيم من إبليس أو النفس الأمارة بالسوء، ثم تصل إلى المكان المحرم اللي أنت بتبص عليه، ثم تعود إلى الإنسان مرة أخرى فتطعمه في ذكره، في العضو الذكري، فيصاب بالضعف. كلام العلماء نظرته سهم مسموم من سهم إبليس. مسموم يعني بتسمم. فالإنسان قدر المستطاع يبتعد عن النظرة الحرام، وابتعد عن الافلام الاباحيه، لان معظم الناس اللي بتعاني من الضعف الجنسي يشاهدون المواقع او يدخلون على المواقع الاباحيه، فبتسبب هذه مشكله من المشكلات الاساسيه اللي بتسبب الضعف الجنسي. لذلك العلماء ان اقوى ناس في العلاقات الزوجيه هم الانبياء، شده ورعهم وتقواهم. تاني حاجه، في خطا فادح بيقع فيه كثير من الناس، ان هو عند الهم بلقاء الزوجة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: فليهمزها ويلمزها. وفي حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام: اجعلوا بينكم، لا ترتموا على زوجاتكم كالبهائم، ولكن اجعلوا بينكم وبينهم بينهم بينهن رسول. قالوا يا رسول الله، ما الرسول؟ قال: القبلة. يبقى إذن العملية ديت لها مراحل. المرحلة الأولى الهمز واللمس، الكلام اللطيف. حاول تطور في الكلام اللطيف ده على قد ما تقدر، انك انت تغازل الزوجه الشعر والوجه العينين كل شيء، حاول ان انت تطور في المده دي على قد ما تقدر، ده يبقى مفيد جدا للزوجه وليك انت، يبقى في تحضير. تاني شيء، المرحله التانيه هو القبله. يبقى الانسان ما يتصلش على طول، قبله برضه تحاول تطور في المرحله دي على قد ما تقدر. لما توصل للمرحله التالته هيكون حصل اثاره جنسيه قويه، وان شاء الله هتلاقي ان الضعف ده اقل كتير. فكثير من الناس، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا ترتموا على زوجاتكم كالبهائم، بيدخل في العلاقه الجنسيه على طول، لا يعني خصوصا بعد فتره من الزواج بيبدا يتسرب الملل، فبتكون النتيجه حصول الضعف، لانه ما حضرش نفسه، ما حضرش زوجته للعمليه. يبقى لازم الانسان يتكلم زوجته بكلام لطيف فتره معينه، 5 دقائق 10 دقائق، وبعد كده قبله، بعد كده يبدا في العمليه. دي الحالة هتعمل حاجة. دي نقطة هامة جدا لتقوية التقوية أو نسك خطأ كثير شائع بيقع فيه الناس. الحاجة الثالثة بقى هتكلم عن الطب النبوي، الحاجات اللي بتفيد جدا للعملية دي. ثالث حاجة زيت الزيتون. زيت الزيتون من ربنا سبحانه وتعالى ذكره في كتاب الله سبحانه وتعالى: وشجرة مباركة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. ربنا سبحانه وتعالى شمها شجرة مباركة وقال: كلوا من الشجرة المباركة وتدهنوا به. قولوا من الشجره المباركه والدهن به. فثبت علميا ان زيت الزيتون فيه علاج لكل الامراض، ينظم الضغط ويقوي القلب وينظم الدوره الدمويه، ويقوي جدا للجنس. فالانسان ياخد ملعقه من الصباح الباكر على الريق، وملعقه في الصباح بالليل قبل النوم، او ملعقتين وملعقتين. انا شخصيا جربت الموضوع ده وكان ممتاز جدا. يبقى الانسان ياخد عسل زيت زيتون ممتاز، ويقوي كمان من السرطان، من كل الامراض، زي زيت الزيتون الصبح وبالليل. في واحد اسمه الدخخني في شارع سيدي جابر في اسكندريه، طبعا انا خبرتي في اسكندريه لان انا كنت عايش في اسكندريه. ف الدخخني ده عنده عسل نحل نقي، عنده زيت زيتون نقي وكويس. لازم زيت الزيتون ده يكون نقي وكويس على الريق الصبح وبالليل، هيكون له نتيجه ممتازه. الشيء الرابع، في وصفه انا سمعت الوصفات كتير لكن جمعت احسن حاجه لانها اقرب ما تكون للطب النبوي، لان انا دارس السنه النبويه، فده اكرم ما يعني ما اعتقد ان هو يكون ان شاء الله له فائده عظيمه. اول شيء تجيب كيلو عسل نحل، طبعا يكون نقي. في لو قدرت تجيب عسل سدر يكون افضل، لان عسل سدر افضل العسل، بيكون او العسل الجبلي او عسل سدر، ده بيبقى غالي بس ثمنه غالي جدا. ما قدرتش، في تجيب عسل كيلو عسل نحل مغذى على حبه البركه. حبة البركة بتزرع في صعيد مصر، ان هو نبات حار، او الحبة السوداء
بيبقى النحل بيتغذى عليها ويفرز عسل متغذى من حبه البركه. اذا العسل ده مش مضاف له حبه البركه، ده النحل متغذى على حبه البركه، فالعسل بينزل اسود بيبقى لونه اسود لكن هو عسل ابيض مغذى على حبه البركه، ده بيبقى مفيد جدا جدا. كيلو عسل منها مغذى على حبه البركه. في واحد في اسكندريه اسمه في الابراهيميه اسمه عسالي الابراهيميه، ده ممتاز جدا، انا ناس كتير شكرت فيه وانا جبت منه لقيت العسل بتاعه نقي ممتاز، اسمه عسالي الابراهيميه. انا ممكن لو حد طلب رقم تليفون دخخني او عسالي الابراهيميه اللي عنده العسل الكويس ده ان شاء الله اديله رقم تليفون. عنده عسل نحل مغذى على حبه البركه، هتلاقي لونه اسود لان النحل متغذى على حبه البركه. فكيلو عسل نحل مغذى على حبه البركه. تاني حاجه 20 جرام جينسنج، ده باتش جينسنج بتجيب مخلوط منه 20 جرام. تالت حاجه 20 جرام من بذور الفجل المطحون، 20 جرام من بذور الفجل المطحون. بعد كده 10 جرام من طلع النخيل، 10 جرام من طلع النخل. بعد كده 10 جرام من غذاء ملكات النحل، طبعا غذاء ملكات النحل ممتاز جدا، وهتلاقيه برضو عند الراجل العسال ده، او هتلاقيه بيباع في عند العطار، لان غذاء ملكات النحل بتتغذى عليه ملكات النحل في الخليه، وما بتتغذاش عليه لا الخلايا لا الشغاله بتاعت النحل ولا الذكور، بتتغذى عليه الشغاله بتخصصه مخصوص للملكه، عشان كده بتبقى الملكه ملكه النحل جسمها ضعف حجم الذكر، تبقى اقوى واحده في الذكر، لما بتطلع عشان تتلقيح بتجري بيطلع وراها الذكور، اقوى ذكر هو اللي بيوصل لها واللي بيلقحها، والباقي بيموت، اول ما ماتشي بيلدغ على باب الخليه ويموت. فمعروف ان هو خلاصه القوه غذاء ملكه النحل. بعد كده برضو حبوب اللقاح اللي بتغذى عليها النحل في جوه الخلية، 10 جرام حبوب لقاح. بعد كده آخر حاجة 10 جرام من الحبة السوداء، طبعا تكون مطحونة. الحبة السوداء، حبة سوداء ممتازة جدا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال الحبة السوداء فيها شفاء لكل داء إلا السام، إلا السام أو السام إلا أي الموت، فيها شفاء لكل داء. يبقى أنت لو هتجيب عسل مغذى على حبة البركة و هتضيف ليه كل الحاجات دي، حبة سوداء 10 جرام من الحبة السوداء، يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم فيها شفاء من كل داء إلا السام أو الموت. يبقى إذا من ضمن الأمراض مرض الضعف الجنسي، فالحبة السوداء أو حبة البركة ممتازة جدا لعلاج الضعف الجنسي. يبقى هنقول الخلطة تاني مرة تانية، كيلو عسل إذا ما كانش سدر يبقى كيلو عسل بإذن يكون عسل نحل مغذى على حبة البركة، يخلط هذا ب 20 جرام من جينسنج، و20 جرام من بذر الفجر المطحون، 10 جرام من طلع النخل، 10 جرام من غذاء ملكات النحل، 10 جرام من حبوب اللقاح، 10 جرام من الحبة السوداء. كل هذا يخلط مع الكيلو العسل خلط جيد، وتاخد معلقة الصبح على الريق ومعلقة بالليل. يبقى هاخد معلقة زيت زيتون صافي على الريق، وبعدين اخد معلقة من الخلطة دي الصبح وبالليل، مع زي قلنا التحضير المظبوط للعملية لازم يبقى فيه كلام كافي، وبعد الكلام يبقى فيه قبلة، برضو القبلة دي تاخد لها وقت كافي، تحاول تطور في المرحلتين دول، ده هيساعد كتير في علاج الضعف. تالت حاجة طبعا أو أهم شيء البعد عن المعاصي، وبعد قدر المستطاع الإنسان ما يبصش، لأن ده هيديك قوة. يبقى احنا لو بعدنا عن المعاصي، عملنا العملية اللسان إذا هم مع زوجته يعمل العملية مظبوط ويحضر. تالت حاجة ياخد زيت الزيتون الصبح وبالليل. رابع حاجة الخلطة اللي احنا قلنا عليها دي، كيلو عسل صافي من سدر، ما كانش سدر يبقى 20 جرام جينسنج، 20 جرام بذرة الفجر بذور الفجر المطحون، 10 جرام طلع نخل، 10 جرام غذاء ملكات النحل، 10 جرام حبوب اللقاح، 10 جرام الحبة السوداء، يتخلطوا جيدا، وتاخد منهم معلقه كبيره من الصبح ومعلقه كبيره بالليل، باذن الله هتوصل الى نتيجه ممتازه جدا. يعني انا قلت ده لو اتنفذ 80% من الناس اللي بتعاني من الضعف هيروح من عند الضعف باذن الله. قولوا قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم.